أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الأول الإعدادي الأزهري مع مادة النحو وكتاب اللغة العربية، واليوم مع درس جديد وهو بعنوان علامات الاسم. علامات الاسم، طيب، خدنا في الفيديو السابق أجزاء الكلام، وقلنا إن الكلام أجزاؤه اسم وفعل وحرف، يعني الكلام الذي يتحدثه العرب إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. طيب، كيف نفرق بين الثلاثة؟ قلنا التعريف في المرة السابقة، ولكن هناك علامات. أول ما تراها تعرف أن ذلك هو اسم. طيب، المجموعة الأولى مثال وبنحدد الاسم ونقول علامة الاسم، تمام؟ إيه العلامة اللي دلت على الاسم هنا؟ طبعا القاعدة هتيجي، بس هو إيه جايبها لك في الأمثلة الأول. واضح جدا طبعا من الأمثلة اللي قدامينا إن الاسم علامته أو علامة الاسم اللي هنعرف بيها الاسم يا إما الجر يا إما التنوين يا إما دخول الألف واللام. طيب، الأمثلة بقى: ذهبت إلى المدرسة. الاسم هنا فين؟ اللي فوق الخط اللي في المثال، المدرسة، تمام؟ الاسم فين؟ المدرسة. طب علامته إيه؟ الجر، جر ومجرور، الجر. يبقى إحدى علامات أو إحدى العلامات التي تدل على الاسم هي الجر، لأنه اسم ومجرور. طيب، فناء المعهد فسيح. الاسم هنا فين؟ المعهد. علامته في الجملة دي الجر، طبعا فناء المعهد مضاف ومضاف إليه، يبقى علامة الاسم هنا إيه؟ الجر. طيب، أعجبتني شجرة، طبعا دي المجموعة الثانية. الاسم هنا فين؟ أدي الخط، شجرة. علامة الاسم هنا إيه؟ التنوين، تمام؟ يبقى عرفنا العلامة الثانية للاسم التنوين. قطفت زهرة، زهرة برضو فين الاسم؟ زهرة، برضو تنوين. التنوين هنا ايه؟ منصوبة، وهنا ايه؟ مرفوعة، عشان هنا ايه؟ مفعول به، وهنا ايه؟ فاعل. طيب، المجموعة الثالثة، ندخل على العلامة الثالثة للاسم. الحياة كفاح، الحياة دخول الألف واللام، يبقى دي العلامة الثالثة للاسم دخول الألف واللام. الوفاء محبوب، الوفاء الاسم هنا ايه؟ الوفاء، الوفاء دخول الالف واللام. طيب، واضح جدا طبعا القاعده ظهرت واتكشفت، تمام، ان الاسماء علاماتها دخول علامه الجر او التنوين او دخول الالف واللام، هم دول علامات الاسم. طيب، هيقول الكلام ده بشكل علمي، بيقول من هذا الجدول اعرف، من هذا الجدول تعرف أن كلمتي المدرسة والمعهد كل منهما في آخره كسرة بسبب عامل وتسمى جرا، وكل كلمة مجرورة تكون اسما، يبقى الجر من علامات الاسم. طيب، اتنين، أن كلمتي شجرة وزهرة مالهم؟ كل منهما في آخره نون ساكنة تظهر في النطق ولا تظهر في الخط ولا في الوقف. طبعا ده يقصد ايه؟ هو التنوين. التنوين طبعا احنا بننطق زي النون، شجرة، تمام، زهرة، وتسمى تنوينا، وكل كلمة لحقها التنوين تكون اسما، اي كلمة منونة يبقى اسم. طيب، المجموعة الثالثة، كلمتي الحياة والوفاء كل منهما دخلت عليه الألف واللام، وكل كلمة دخلت عليها الألف واللام تكون إيه؟ اسما. الخلاصة، طبعا الخلاصة هي جات يعني، بس برضو يلا، الاسم يعرف بعلامة من علامات ثلاث، هي إيه؟ الجر والتنوين ودخول الجر. طبعا إيه هو الجر؟ هو كسر الحرف الأخير من الكلمة بسبب عامل من عوامل الجر. طيب، كلنا عارفين الجر. التنوين هو نون ساكنة، طبعا ده في النطق يعني ما بنكتبهاش، نون ساكنة تلحق آخر الاسم ويظهر في النطق مع الوصل دون الخط والوقف، يعني انت لو وقفت طبعا ايه مش راح تنطق التنوين، تمام، ومش هتكتبها، لكن بننطقها ايه في الوصل، يعني اذا وصلت الكلام. طيب، العلامة الثالثة من علامات الاسم اللي هي دخول الألف واللام على أول الكلمة، تمام، خلاص دي علامات الاسم. يبقى أي مكون، أي جزء من أجزاء الكلام تلاقي داخل عليه الألف واللام يبقى ده اسم، تلاقيه منون يبقى ده اسم، تلاقيه مجرور يبقى ده اسم. خلاص عرفنا.
قال صاحب الأزهرية: علامة الاسم الجر والتنوين، نحو زيد، والألف واللام نحو الغلام، وحرف الجر نحو من الله. طيب التمارين: من مكارم الأخلاق الصدق. طبعا هنا إيه؟ الألف واللام مثلا، الأخلاق الألف واللام. طب العلماء ورثة الأنبياء. طيب عايز ألف ولام تلاقي، عايز كسر تلاقي، اللي هي ورثة الأنبياء طبعا الجر. احنا اتفقنا انه ألف ولام وجر وتنوين. الاعتماد على الله طبعا جر هنا، مثلا محمد طالب مجد، هنا تنوين خلاص، ادي طالب. ادخل الأسماء الآتية في جمل مفيدة مستخدما علامات الاسم المتنوعة. كتاب، جملة مفيدة، كتاب الله هو الكتاب المبين، الكتاب ألف لام، معهدي معهد متميز تنوين، أفضل معلم هذه إضافة، هو معلم القرآن، إنما الشيخ الغزالي، الألف لام. إيه هو الجر؟ الجر طبعا قلنا إيه؟ كسر الحرف الأخير طبعا بسبب عامل من عوامل الجر، مثل طبعا إيه؟ ذكرته في المعهد. التنوين، التنوين طبعا نون ساكنة تلحق آخر إيه؟ الاسم. على ما يدخل قلنا على الأسماء، مثل لما تذكر، وقفت زهرة، ميز الاسم وعلامته، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، طبعا هنا إيه؟ مجرورة بالإضافة، بالغ أمره، أمره دي إيه؟ مجرورة. طيب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، القول ألف واللام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، السيئة الحسنة ألف واللام. بس كده دعواتكم، نلتقي مع فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.